بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. الآن إن شاء الله تعالى نقف بكل أدب وكل جد إزاء عدة آيات من سورة طه عليه السلام. وقلنا طه ربما من الحروف اللي تبدأ بها بعض الصور الكريمة، وربما هي تشير إلى القرآن بطريقة أخرى لا يعلمها إلا الله. مولانا يقول مخاطبا أبانا آدم عليه السلام: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذه آية 117 من سورة طه. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. شوف ربي هي الجنة بس ما يتألمش أبونا وأمنا، لا جوع ولا عري ولا برد ولا حر ولا، يعني كل ما يؤذي مش موجود في الجنة. الجنة فيها كل شيء يؤذي لأن هي مأوى من عصى الله وتمرد عليه، وهذا كثير من البشرية وخاصة الكرب من هذا النوع اللي هم مقيمون في نار الجحيم لا تبقي ولا تذر. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني تجيك حرارة لا تذاق. فوسوس إلي الشيطان، بعد ربي مفتح على أبوينا كل خيرات الجنة، يجي الشيطان ميساعدوش. كيفاش؟ فيما مضى رفض له سجود تحية، واليوم ينعم بالجنة ولا قلق فيها ولا ضيق ولا حيرة ولا ولا ولا، والسلام علينا أهل الهدى.